هذه الجولة بين الكبير الاتحادي عميد الأندية السعودية وحامل لقب دوري روشن، ومن يريد الحفاظ على الذهب ومن يريد أن يقدم نفسه في هذه المباراة وأن يؤكد بقيمة الفنية الكبيرة التي قدمها في الثلاث جولات الماضية. في المقابل فريق نادي الوسار، الكرة مستمرة في وسط الملعب، تقدم من عبد الرزاق، حمد الله محاولة بالرأس ولكن رومارينيو، جميلة محاولة خطيرة، الرمى أمام الجول من رومارينيو، حلوة 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 الكرة من رومارينيو البرازيلي الخطير الذي يريد أن يسجل هدف بورة مع العميد في هذا الموسم. نتمنى ذلك. المنطقة الغربية مع فريق الوحدة، تصويبة إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى لدى مارسيلو كروه. الكور أول في نهائي كأس الملك في الموسم، سوى تمريرة، المحاولة خطيرة جدا، خطأ في الكرة الماضية يبدو لي من شنقيطي، المحاولة عدت من مهند لكن الكرة تذهب إلى خارج أرضية الميدان وإلى الرمية الجانبية، رمية جانبية في الكرة الماضية، كاد الوحدة أن يصل مباشرة لكن إلى حد الآن نحن إلى خارج أرضية الميدان وإلى يتقدم، يحاول عبد الرزاق، حمد الله، غريبة جدا من حمد الله، غريبة الكرة الماضية من عبد الرزاق حمد الله، وبالتالي الكرة تضيع على الاتحاد. شوف المحاولة من جديد، شوف اللقطة الماضية كان كريم الزيمة موجود ولكن حمد الله اللي سأله على إسلام هوساوي، التصويبة إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة مرمى عند مارسيلو كرو. جديد تعود المحاولة، تتخلص مصلحة حمد الله، غريبة وعجيبة يا عبد الرزاق، كرة ماضية مواجهة للمرمى، حمد الله يضيع كرة إلى كريم، كنترول من بنزيما والكرة إلى خارج أرضية الملعب، يا ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة الاتحاد، الركلة الركنية التي ستنفذ الآن. شوف الكرة الماضية، شوف اللقطة الماضية اللي كانت لكريم بنزيما، وبالتالي الكرة إلى كورنادو ولكن تصدي كذلك، بنزيما يحاول ممكن يمر المتابع، الرمية الجانبية محاولة تعود الكرة وتصل، تتخلص من رومارينيو، رومارينيو لحمد الله، ترجع المحاولة في ناحية اليمين، هجمة الاتحادية رائعة، الكرة